أهلا يا ولدي، كيف حالك اليوم؟ أنا بخير يا أبي، قد أتيت لأراك، قد اشتقت إليك كثيرا. وأنا اشتقت إليك كثيرا، شكرا لزيارتك لي. يا إلهي، لا تقل لي بأنك مريض بهذا الفيروس الخطير، لا تقل لي ذلك. قد يكون هذا فيروس كورونا أو ما يسمى بكوفيد-19 أو ما لا أدري كيف أسميه. يا إلهي يا إلهي يا أبي، إني أحس أنني مريض، أظن أنني أصبت بعدوى من زميل في العمل، لقد كان له نفس الأعراض. يا إلهي، قد تكون قد أصبت بهذا المرض كوفيد-19، يجب أن تذهب إلى المستشفى حالا. آه يا بني، تعلم أنني كبير في السن وليست عندي مناعة، فابتعد عني من فضلك. آسف يا أبي العزيز، أتمنى لا أكون مصاب بداء الكورونا، سأذهب إلى الفحوصات الآن، مع السلامة. نعم يا بني العزيز، لا تنسى تطلعني على نتائج الفحوصات، وابتعد عن الناس وخاصة زوجتك وأولادك. أتمنى لك السلامة.